مرحبا، كيفكم حبايبي؟ إن شاء الله تكونوا بخير. برحب فيكم بمطبخي مع انتصار أطيب، واليوم عملت لكم وصفة ولا أطيب، وهي السحلب، مشروب شتوي وكتير طيب. عن جد بنصحكم تجربوه، واللي بحب هالوصفة يتفضل معي لحتى نعملها مع بعض. بنحتاج لهاي الوصفة كوبين من الحليب السائل 2%، عندنا هون معلقتين فل أكل سحلب، والسحلب بيجي بهذا الشكل من أي شركة ما بتفرق، وبتلحقوا التعليمات اللي عليه. عندي هون معلقة ونص من الصنوبر، معلقة ونص من الفستق الحلبي، معلقة ونص من جوز الهند، وعندي نص معلقة صغيرة من القرفة، وعندي الكعك اللي حناكله بحد السحلب، وعندي كمان الكوب اللي بدنا نحط فيه السحلب. وهلأ رح نعمل الخطوات كلها مع بعض. هلأ رح نحط الحليب بالطنجرة، هلأ رح نضيف السحلب، بنحرك على البارد. احنا هلأ شغلنا النار، نستمر بالتحريك لحتى تغلي. حبايبي بنضلنا احنا نحرك فيه على نار متوسطة لحتى ما ينحرق من بقاع الطنجرة. هلأ هون بلش يشتد معنا، رح نتركه على النار يغلي لمدة 5 دقايق، ورح نوطي النار عليه لحتى ياخد راحته بالغليان. طبعا هون ريحة السحلب الحلوة فاحت بتجنن، كتير كتير عن جد طيبة، خاصة بهالأجواء الشتوية بنصحكم تجربوها، كتير طيبة. شوفوا القوام حبايبي، لسه هلأ احنا رح نتركه على النار كمان 3 دقايق، له دقيقتين، رح نتركه كمان 3 دقايق لحتى يشتد معانا أكتر. شايفين القوام اللي وصلنا له؟ روعة. هلأ خلص بنطفي النار وبنصبه في الكوب. هلأ هون رح نحط شوية من المكسرات بقاع الكوب. وكمان القرفة. وهلأ رح نصب السحلب. بسم الله الرحمن الرحيم. وهلأ رح نزين. عنا هون الجوز الهند، وعندنا القرفة، والفستق الحلبي، كمان الصنوبر، كمان شوية فستق حلبي، والقرفة. هون زيناها بالورد المحمدي كمان، شوفوا جمالها بتجنن. وهلأ رح أورجيكم كيف رح ناكلها. بنغط القرشلة بقلبه بهذا الشكل، شايفين؟ وبناكلها بهاي الطريقة وبالمعلقة كمان. خلينا نجرب معاكم. بسم الله. شي خيالي، لازم تجربوه. وهيك خلصت وصفتنا لهذا اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم. طبقوها وابعتولي التطبيقات، ولا تنسوا اللايك والشير والاشتراك بقناتي على اليوتيوب، وشكرا جزيلا لمتابعتكم حبايب قلبي.